الإشارات والدلالات ليست مجرد رموزا موجودة في مختلف المواقع والأماكن، ولكن هي علامات وضعت لتسهيل عمليات التنقل والإرشاد وأخرى مانعة وتحذيرية. الأدوات والمعدات وإشارات الطرق والعلامات المرورية توضع بهدف اطلاع السائق على معلومة هامة تسهل من استخدامه للطريق أو الشارع الذي يمر فيه، وتجنبه من أن يتوه بين الطرق المتفرعة، وتسهل عليه اتخاذ القرار المناسب لتقليل السرعة أو الوقوف لتجنبه التعرض لحادث ما قد يعرض حياته وحياة من معه للخطر. وفي فقرتنا اليوم سنتناول إشارة الدوار أو الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فقرة إشارات الدلالات، بنتكلم عن إشارة الدوار أو إشارة الميدان. طبعا هي الإشارة مثلثة الشكل، محيطها الخارجي أحمر اللون ومحيطها الداخلي أبيض اللون، ويتوسطها خطوط سوداء بشكل دائري. في حال وجود هذه الإشارة أو اللوحة في على الطريق تعني وجود ميدان على الطريق وعلى مستخدمي الطرق. في حال الانتباه لهذه العلامة الوقوف أو تخفيف السرعة والوقوف والانتباه والتأكد من خلو واختيار المسار المناسب للدخول إلى الميدان. ونتمنى السلام للجميع. تتخذ جميع الإشارات التحذيرية والتنبيهية شكلاً واحداً، وهو مثلث متساوي الأضلاع مخطط باللون الأحمر من جميع أضلاعه، وتكون واضحة على مستخدمي الطريق للإشارة بوجود الدوار أو الميدان، لكي ينتبه كل سائق أثناء القيادة ويأخذ جميع احتياطاته الأمنية عند مشاهدة هذه الإشارة، ويفسح المجال للسائقين بالانعطاف وتسهل عليه اختيار المسار المناسب له. وانتظرونا في موعد جديد مع فقرة إشارات ودلالات.